مكملين معكم مشاهدينا بفقراتنا الصباحية، وهلا وصلنا لمحطتنا الأخيرة. لا تزال اللغة تشكل إحدى أدوات التواصل والمواجهة، فإن الإنسان إذا استخدمها كعنصر مؤثر في الدفاع عن النفس ونجد العديد من الشواهد عبر التاريخ. لذلك من الطبيعي القول إن أدب المقاومة هو التعبير من خلال اللغة للدفاع عن الإنسان في معركته. أكيد ليلى، وارتبط أيضا الأدب المقاوم عبر تاريخه ومراحله بخصوصية فلسطينية دالة، خصوصا طبعا لأنه كانت هي تلمس فضاء الإنسان طبعا ووعيه بشكل كامل، وهي الملهم للأدباء والكتاب على مدار سنين القضية الفلسطينية. رح نحكي أكثر عن الأدب المقاوم ودور المثقف العربي. بصرنا يكون معنا بصباحنا لليوم الأستاذ أحمد هلال، ناقد أدبي وأعلامي فلسطيني. صباح الخير أستاذ أحمد، أهلا وسهلا فيك. صباح غزة من دمشق، وصباح القدس من دمشق، وصباح دمشق من القدس. سلام على الشهداء، أزكى الصلاة على أرواحهم أبدا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بداية خلينا نحكي عن رسالة الأدب المقاوم الآن في ضوء ما يجري من وقائع على أرض فلسطين وخصوصا في غزة، وكيف منعيد الاعتبار للأدب المقاوم وأيضا مواجهة ما يجري على المستوى الثقافي؟ إن قراءة دقيقة ومتأنية للمشهد المقاوم، الثقافة والمقاومة صنوان. في الحقيقة إن الأدب المقاوم حينما يعني كتب الأديب الراحل غسان كنفاني كتابه الأدب المقاوم في فلسطين من عام 1948 لعام 66، تحدث عن ماهية وجوهر الأدب المقاوم في أنه الأكثر إشراقاً وأكثر اتساعاً، لأنه يخلد كفاح الشعوب ولا سيما كفاح الشعب الفلسطيني. وهو قال في مقدمة كتابه إن الشعوب تؤرخ لأدب المقاومة بعد الانتصار، لكنه أخذ المبادرة بتأريخ أدب المقاومة الفلسطيني لا سيما لأنه ملهم ولأنه يخلق الحوافز، وهذه رسالته بطبيعة الحال، لأنه يخلق بيئة المقاومة والحوافز الإيجابية، سيما أنه يعتمد على التفاؤل الإيجابي ويعتمد على استنهاض روح الأمة وروح الشعب. وبالتالي الأدب المقاوم اليوم لا بد من إعادة الاعتبار له، لأنه هو نظير الروح هذا المقاوم على الأرض، وهو الحامل لرسالة المقاوم وهدف المقاوم واستراتيجية المقاوم. وبالتالي نحن حينما نتحدث عن الأدب المقاوم نتحدث عن أدب الحياة، ليس أدب الرثاء وليس أدب الأغراض الخارجة عن منظومة القيم. هو أدب يسعى في إثر منظومة قيمية وكفاحية من أجل تجذيرها في الوعي الجمعي وفي الوعي الفردي وفي الذاكرة الجمعية وفي الذاكرة الفلسطينية والعربية في نفس الوقت. نعم أستاذ أحمد، يعني نحن بنعرف أنه الإعلام اليوم صورة، وصورة توثق وتبقى هذه الصورة ضمن الأرشيف ونستذكرها دائما، كما يبقى الأدب والكلمة هي توثق التاريخ. اليوم قديه مهم أن تكون هذه الصورة لها دور في انعكاس ما يحدث على الأرض وانعكاس الصورة الحقيقية عن منظومة المقاومة، وليس كما يتم تشويهه وإلصاقه من أفعال غير حقيقية بالمقاومة الفلسطينية، وبالذات في عملية طوفان الأقصى من التضليل الإعلامي للعدو الصهيوني. نعم، لا يعني لا ننكر أن الإعلام المضاد، الإعلام المعادي، يمتلك تقنيات هائلة ومرعبة، لكنه يعتمد على حق القوة وليس على قوة الحق. أما إعلام قوة الحق، إعلام الصورة بوصفها فضاء مقاوما، وبوصفها أداة في التسوير والاستنهاض وخلق المناخ الشعبي وخلق المناخ المجتمعي أيضا، لكي يكون جمهور المقاومة دائما جنبا إلى جنب مع المقاومين على الأرض. وبالتالي هذه الصورة التي يسعى الإعلام المقاوم لا سيما إلى تشكيلها هي ذاكرة، هي خزان الذاكرة، وهي الوثيقة الأبدية كما الكلمة تماما، كما يكتب الأدباء والمفكرون والمثقفون والفنانون والفنون جميعها، هم يشكلون وثيقة والصورة تصبح وثيقة. لماذا نتساءل الآن؟ لماذا يحارب العدو هذه الصورة ويغتال الصحفيين
ويقتلوا وفي الصحفيين ويغتالوا هذه الصورة، يحاولوا أن يمحوا، لأن الصورة هي شاهدة الحقيقة، الصورة تعادل الحقيقة. العدو لا يريد هذه الحقيقة، لا يريد قتل الشهود دائما، وبالتالي الصورة ستبقى تدينه، تدين جرائمه. وبنفس الوقت هذه الصورة تجهر ببطولات المقاومين العرب والمقاومين الفلسطينيين والمقاومين على الأرض. الصورة إذن هي هذا الميراث الذي نتوارثه في ذاكرتنا وفي أجيالنا، لكي تعضد فينا روح المقاومة وتعضد فينا منظومة القيم التي تحدثت عنها. لماذا الصورة ولماذا الحرب على الصورة؟ لأن الصورة شاهدة. كيف اليوم أستاذ بيكرث الأدب عبر أجناسه المختلفة ثقافة وفكر المقاومة وبيوثقها للأجيال القادمة؟ نعم، الشعر في البدء يتقدم، وتتقدم الرواية بسردياتها وبمحكياتها، وتتقدم الفنون جميعها، لكن اليوم الأدوار هي على قدم وثق. يعني لا نستطيع أن نقول للشعر فقط هذا الدور، وإنما نقول للرواية أيضا. صحيح أن الرواية تستغرق زمنا، يعني كاتب الرواية يستغرق زمنا لكي يتأمل في هذا الحدث يعني المحتدم على الأرض، الحدث المتواتر، الحدث الساخن والطازج. تحتاج الذاكرة إلى شيء من التخزين لهذا الحدث، لكن الرواية اليوم في عين العاصفة والشعر في عين العاصفة. الأجناس الإبداعية جميعها مطالبة بأن تلتقط هذه اللحظة، اللحظة الفارقة أقولها، ومن أجل تخليدها ومن أجل جعل هذه اللحظة ذاكرة إضافية لما يجري على الأرض. إذن الرواية هي أيضا في المقام الأول، ولا نستطيع أن نقول في المقام الأول أو الثاني أو الثالث. الرواية دائما مطالبة بأن توثق الآن كل ما يجري على الأرض، من أجل ذاكرة الناس، من أجل ذاكرة المجتمع، من أجل ذاكرة الأمة بالإجمال. والشعر بطاقته وبزخمه وبقدرته على تصوير ما يحدث، وليست المسألة هنا استثارة عاطفية، المسألة أبعد من ذلك. الشعر هو كلمة تمثل طلقة وعي جنبا إلى جنب مع المقاوم على الأرض، وبالتالي هذه الكلمة الحامل لهذا الواقع، الكلمة بالجمال وبالتغني ببطولات المقاومين وبتمجيد روح الشهادة هي الأبقى. لذلك قال غسان كنفاني إن أدب المقاومة الأكثر إشراقاً والأكثر اتساعاً والأكثر بقاءاً ورسوخاً في ذاكرة ووجدان الأمة. نعم، يعني كمان أستاذ أحمد، اليوم نحن بنعرف قديش للكلمة إلى تأثير، سواء كانت بالأداء، بالرواية، بالشعر المغنى، بأي نوع من أنواع الكلمة بحد ذاتها هي أساس الفكر الإنساني. اليوم عم نشوف كمان الناس صارت تسترجع كل شيء قرأته سابقاً عن أدب المقاومة، حتى صارت تتغنى بأنه تضيفها على صفحتها الخاصة إن كان أو غيره، أشعار محمود درويش وغيره كتير من الأشعار اللي هي كتبت اليوم لحتى ترجع وهي تلائم كل شيء. وهي يمكن الصفة اللي التصقت بفلسطين منذ بداية ظهور أدب المقاومة عن فلسطين المحتلة، بأنه لا يمكن أحد أن يمر على فلسطين إلا وأن يعيش نفس هذه المآسي. هل اليوم تختلف طريقة التوثيق والكتابة عن سابقاً؟ بطبيعة الحال نستطيع الاعتماد على كل وسائل التواصل الاجتماعي في توثيق هذه الكلمة، ولا سيما الكلمة المغناة، الكلمة التي تشكل كما قلت الرافعة للمقاومة، المقاومة بالمعنى الواسع للكلمة، المقاومة بالكلمة، بالصورة، بالأغنية، بالفيلم السينمائي، وبكافة الأدوات التي تعين هذه الذاكرة على أن توثق وتلتقط كل لحظة فارقة في هذا المشهد الفلسطيني المفتوح، هذا المشهد الذي لن ينتصر إلا بالنصر المؤزر. وبالتالي هذه التضحيات، عظم التضحيات التي نراها على أرض فلسطين ولا سيما في غزة، تضحيات مؤلمة لكنها في المقابل هي رصيد للنصر، وهي الثمن الأكبر للنصر، هي استحقاق النصر. الشهيد دائما هو يأخذنا إلى النصر، الشهداء بوابة العبور إلى المستقبل. وأنا أعتقد أننا حينما نعود إلى ما قاله محمود درويش على سبيل المثال، سجل أنا عربي، تلك القصيدة من أوائل ما كتب الشاعر محمود درويش،
سجل أنا عربي ورقم بطاقتي 50,000 وأولادي 8 وتاسعهم سيأتي بعد الصيف. لم يكتب ذلك عبثا أو يعني بشكل سريع، وإنما كتب ذلك ليحفر في ذاكرة الأجيال معنى الهوية الفلسطينية، الحرب على الهوية، الحرب على الذاكرة، الحرب على الكينونة الفلسطينية. وبالتالي يقول يعني سميح القاسم: تقدموا تقدموا فكل سماء تحتكم جهنم وكل أرض فوقكم جهنم تقدموا. هذا النشيد الصاخب الفوار هو من يعلي من روح المقاومة، هو من يدفع زخما إضافيا لهذا المقاوم، يدفع أيضا يعني لجمهور المقاومة. وجمهور المقاومة بالمناسبة هو جزء لا يتجزأ من عملية النصر واكتمال النصر، على الرغم من هذه التضحيات، على الرغم من تغول العدو على الأرض وتغوله، وهو يسعى دائما إلى محو هذه الذاكرة الفلسطينية. كيف والعربية أيضا، كيف ستبقى هذه الذاكرة إن لم نستعيد كل كلمة كتبت، كل جملة كتبت، نستعيدها ليس بسياقها التاريخي وإنما بسياقها الجمالي أيضا، بسياقها المحفز والخالق للوعي، إعادة إنتاج هذا الوعي من جديد. وأنا أعتقد أن وعيا جديدا الآن يرتسم في هذا الفضاء من أجل أن تكون فلسطين عربية بحق، ليست فلسطين للفلسطينيين وحدهم، فلسطين هي عربية، فلسطين هي قضية سورية بامتياز. ولذلك يعني تتكامل هذه القضايا لتجهر بقضية عادلة. يجب أن تعود فلسطين إلى أهلها، يجب أن يعود يعني الشهداء. أين يذهب الشهداء؟ إلى أين؟ هذا يعني عنوان ديوان شعر. إلى أين يذهب الشهداء؟ يذهبون إلى الخلود، يذهبون ليعودوا شقائق النعمان وزهر البيلسان وأشجار الليمون وأشجار البرتقال. لم تعد فلسطين أرض البرتقال الحزين. أكيد فلسطين تورق بطولات سوف تسجل بحرف من نور. وهذا هو الدرس المستخلص من إبداع المقاومة على مستوى الكلمة وعلى مستوى اللحن وعلى مستوى الجملة وعلى مستوى إعادة إنتاج الوعي الجديد، الوعي الذي يحرس ذاكرة الأمة. كما وثقنا لبطولات الجيش العربي السوري، نوثق لبطولات أهلنا في غزة وفي فلسطين وفي كل بقعة عربية، لأننا نحن سنردد كما قال محمود درويش: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. أكيد بدنا نترحم على أرواح الشهداء ونتمنى التحرير الكامل القريب لكامل الأراضي الفلسطينية. بدنا نتشكر حضورك معنا الكاتب الأستاذ أحمد هلال، ناقد أدبي وإعلامي فلسطيني. شكرا لحضورك معنا. شكرا لكم وشكرا لفريق الإخبارية السورية دائما الذي عودنا على أن يكون في الخندق الأول في خندق الإعلام. وأترحم على شهداء الإخبارية السورية الزملاء والأصدقاء الذين كانوا شهداء الكلمة وشهداء الصورة وشهداء الحقيقة. شكرا لك أستاذ أحمد. شكرا لك.